حدث اليوم في الجزائر. والي وهران كان بيعمل جولة تفقدية فزار مدرسة حكومية، فواحدة من المعلمات ظلت تشتكي له من ضعف الإمكانيات وعدم توافر وسائل النظافة. الرجل في البداية كان مستمعا جيدا، أو هكذا بدأ. لقينا مدرسة كارثة باش ديبيرجا ونقى المراحل وعمرنا الستان، رانا كي نحضروا يقولوا لنا معنا ما نديروا فيهم كاش بوجي. الوغ حنا اساتذه البارح خرجنا 11 لنا استاذ سيق سيقنا ونقينا وعقمنا المدى الاقسام، نقيناهم هذه الايام نقوا حنا الاساتذه باش ندخلوا التلاميذ بدنا في النقاط. هذه مشكله كبيره رانا نعانيو منها استاذ، كل عام زيدوا شحال المشاكل هذه. يعني مشاكل الطاولات من وقت الاستعمار، طاولات من وقت الاستعمار. من الجزائر لمصر يا قلبي لا تحزن. شيئا فشيئا بدأت المعلمة تتحدث عن الطاولات المدرسية والتي يستخدمها الطلاب، وقالت إنها لا تليق وأنهم يضطرون لوضع ملصقات عليها ليداروا قدمها وسوء حالتها. كان الوالي ما زال منصتا حتى قامت المعلمة باستخدام مصطلح إن تلك الطاولات من العهد الاستعماري لتدلل على طول عمر الطاولة المتهالك. عندها اعترض الوالي بشدة وأدار ظهره ومشى. شوف راهي في حالة كارثية. أستاذة أستاذة نعم لازم تفرقي بين واش تقولي هنا لي بارون ديالها راهو فيهم. قولي راهي قديمة داكور، حابين نبدلوها، حابين ليكيبمون جديد. لونتخوتي ما عندناش صاحيتي البيبان بلا قفال وقت الاستعمار. لا لا كرر كلمة ما تقوليش من عهد الاستعمار أكتر من مرة، قولي أي حاجة عليها إلا العهد الاستعماري. ليه؟ هي كلمة الاستعمار جريمة؟ مش دي الحقيقة ان فرنسا كانت تستعمر الجزائر؟ لا الكلمة دي بتعصبني، لسان حال الوالي. كجزائري تعصبك ليه؟ قالك كجزائري المفروض تكره الاستعمار بداهة، تتعصب ليه؟ قالك ومين قالك بكره الاستعمار؟ هنا هي الحكاية. الحكاية ليست في إهانة المعلمة وإعطاء ظهره لها، وهو شيء غير مقبول بكل تأكيد. على فكرة الأهالي حرصوا على إنهم يكرموا المعلمة في نفس اليوم. الحكاية أنه انتفض ليسقط جريمة الاستعمار عن فرنسا، انتفض محاولا دفن كلمة الاستعمار، فهو يعلم جيدا أنها ليست مجرد كلمة، هي جرائم بشعة ومذابح لملايين من الجزائريين وسرقة خيرات البلاد. إلى الآن فرنسا بتسرق الجزائر. من يريد أن يشطب تلك الجملة من القاموس هم المستعمرين الفرنسيين. قس سعيد لما كان رايح ياخد قرض من فرنسا حرص بناء على تعليمات أو نصايح، حرص أن يؤكد أن الفرنسيون لم يكونوا مستعمرين، فلا شيء يستحق الاعتذار. أما كان إيه؟ قال لك كانت حماية. Il a parlé de crimes contre l'humanité en parlant de la colonisation française en Algérie. De la colonisation en Algérie. En Tunisie, il y a eu des crimes également, des atrocités. C'est pas la même chose. En Tunisie, c'est sous le régime du protectorat. Ce n'est pas tout à fait la colonisation directe comme c'était en Algérie. لا دي المفروض تونس تشكر فرنسا على الحماية. نفس منطق والي وهران، قول لي أي حاجة لكن إياك أن تقول استعمار. استنكار الوالي الشديد لكلمة الاستعمار جاء في نفس اليوم اللي تعرضت فيه النهاردة سيدتين جزائريتين في فرنسا إلى الطعن في باريس أمام أطفالهم. كان الطعن يردد عربية قذرة عودي إلى بلادكم، مع أن الجزائريين هم آخر ناس يتقال لهم عودوا إلى بلادكم، فقد استعمر الفرنسيون الجزائر 130 سنة. لكن منه لله ماكرون اللي صحى كل النعرات. الوالي متضايق من كلمة استعمار، وهي كلمات تتساقط هنا وهناك فتنبئك بما أخفت الصدور. الله غالب.